حفرة من النار موجودة في صحراء كراكوم بقالها حوالي 50 سنة مولعة ومش عارفين هتطفي امتى، وكل الموضوع حصل بسبب غلطة. خليني احكي لك الموضوع من اوله. مجموعة من الجيولوجيين السوفيت كانوا بينقبوا في الصحراء، اثناء التنقيب لقوا كهف مليان بالغاز الطبيعي. خلاص يلا بينا بقى نستخرج الغاز ده. جابوا المعدات وابتدوا ان هم يشتغلوا، لكن للاسف المعدات كانت تقيله قوي على سقف الكهف، فانهار سقف الكهف. الغاز الطبيعي ابتدى ان هو يهرب في كل مكان وطلع للغلاف الجوي بتاعنا. وخليني اقول لك ان الغاز الطبيعي غاز سام، لو تم استنشاقه بكميات كبيره بيسبب الاختناق والموت. فواحد من الجيولوجيين اقترح اقتراح، هو احنا ليه ما نولعش في الحفره دي وتقعد مولعه لحد ما كل الغاز الطبيعي اللي موجود يخلص. وبكده هم ما عملوش مشكله، ولا من شاف ولا من دري ولا حد هيعرف اي حاجه عن الموضوع. بس للاسف الجيولوجيين دول ما كانوش يعرفوا كميه الغاز الطبيعي اللي كانت موجوده في الحفره، ولا حتى يعرفوا الحقل ده متصل بكهوف تانيه برضو مليانه بغاز الميثان اللي هو الغاز الطبيعي يعني ولا لا. ولحد النهارده الحفره مولعه. كان في كلام ان هي على 2010 هيتصرفوا فيها، بس ما حصلش اي حاجه، وتحولت الحفره لمزار سياحي بيجيله ناس من جميع انحاء العالم بسبب غلطه.